كتم سنشكر رئيس الجامعة الملكة المغربية لكرة القدم السي رجاء، لأن صراحة بذل واحد المجهود كبير، كما كنشكر السيد عامل الإقليم مدينة مكناس، تبذلت واحد المجهودات كبيرة من أجل أننا توفرنا واحد البنية تحتية خاصة بكرة القدم، والفريق الوطني ديال الفريق قدم اليوم اللي طلع للقسم الوطني الأول، واليوم حنا غادي ان شاء الله تعالى في جامعة مكناس غادي نوفروا واحد دعمنا نوفروا في المستقبل الملعب الكبير لمدينة مكناس ان شاء الله تعالى. شكرا لكم.